المدير العام ليكول سوبيريور دو جيني سيفيل دي نوفيل تكنولوجيا ميكناس. هنا رادا جينا اسم الجمعيه ديالنا اللي هي جمعيه خاصه بليزيكول اللي عندهم لي فيليير ديالهم اكريديتي بار ليتا، وطلبوا لا ريكونيسونس ما تعطات لهمش. ف حنا الان جينا تنطالبوا بتطبيق القانون رقم 52، اللي هذا القانون تيقول بان اي فيليير عندها لا كريديتاسيون هي اوتوماتيكمون ريكوني بار ليتا. دونك جينا تندافع على الناس اللي تياخذوا عندنا لي ديبلوم ديالنا باش يكون الديبلوم ديالهم حتى هما معترف بهم طرف الدوله، وهذا هو سبب الوقفه. وكذلك كاين بعض الاشياء، عده اشياء تنطالبوا بها نفس الوقت، منها اعاده النظر في المطالب اللي تطلب الوزاره ليزيكول باش ياخذوا لا ريكونيسونس. وكاين بزاف ديال ليزيكول اللي عندهم دي ستوديون افريكان، وقع لهم مشكل هذه السنه هذه انهم خداو واحده ليست داروا فيها دي زيكول تيتسماو اللي تيسميو روسهم ريكوني بار ليتا، ونشروا بين واحد البلبله ما بين السفارات الافريقيه بان اي ايتيديون ما قراش في هذه ليزيكول وقرا في ليزيكول اللي هما اكريديتي بار ليتا ما عندهمش الحق في لابورس، يحيدوا لهم لابورس يعني بلغه ثانيه تيقولوا لهم خصكم تمشيو تسجلوا في هذوك ليزيكول اللي عندهم لا ريكونيسونس. وبهذه الاسباب هذه وهذه الاجراءات اللي ما تطبقش فيها هذا القانون هذا 52، كاين بزاف ديال ليزيكول اللي سدوا، هذا هو 60 ايكول اللي سدات في هذه السنوات الاخيره من لا ريكونيسونس لهذا الجي، وهذه 100 ايكول اللي بقات حتى هي راه في طريق السدان. ولما تنقول سدوا هنايا يعني تنجريو على واحد العدد كبير ديال 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 العائلات وديال الدكاتره والمهندسين، حتى هذو راه كلهم دكاتره ومهندسين ويعني صادق نقول لك يعني النخبه ديال المجتمع. ف انا شخصيا هاد ليكول هادي خاسرين عليها تقريبا 4 مليار ونص، والاستاذ 4 مليار ما كاين غير الملاير تتشير هنا باش يديروا هاد البروجي هذا، وفي الاخير غادي تسد يعني حشومه. رسالتكم لوزير التعليم؟ الوزير التعليم انه يعيد نظر في هذا القانون، يعني في عدم تطبيق القانون 52، ونتمناو انه يطبق هذا القانون 52 باش هاد الوليدات اللي قراو عندنا وهاد الطلبه اللي قراو عندنا يكون عندهم نفس الاستفاده، لان في الجامعه في القانون هذا، القانون هذا هو باش تخدم الجامعه، نفس الاشخاص اللي تيديروا لنا حنا تيجوا عندنا المؤسسات ويشوفوا الماتريال ويشوفوا الاساتذه ويشوفوا البرامج ديالنا، هما نفسهم اللي تيمشيو للجامعات ديال الحكوميه. فحيت في هذا القانون تيقول بان الا كانت عندك لاكريديتاسيون ديال واحد الشعبه راه اوتوماتيكمون اكريديتي بار ليتا، في لافاك تطبق وعندما ما تطبقش. ولنفترض حنا كما تيقولوا ما عندناش لا ريكونيسونس، علاش ياخذوا الطلبه ديالنا اللي عندهم في التروازيام اني والكاتريام اني، تيجي تياخذ التلميذ ديالنا قرا عندنا طالب قرا عندنا حتى التروازيام اني وتيديه وتيسجلوا في ايكول ريكوني في الكاتريام اني. معنى هذا انه طبق القانون باش يعترف له بالتروازيام اني ويديه لايكول وحده اخرى، وما تيطبقوش لذاك التلميذ اللي بغى يكمل عندنا، يعني تيقولوا ما تكملش هنا ونعطيوك لا ريكونيسونس. فهي ما كانش الا كنت ما غاديش تعترف بلا ريكونيسونس يعني تيخصك ما تعترفش حتى بهذاك الطالب اللي قرا عندنا، علاش تديه من التروازيام تسجلو في الكاتريام اني في ايكول ريكوني؟ صافي راك اقتنعتي بلا ريكونيسونس بلاكريتاسيون ديالنا بالبرنامج ديالنا. اليوم حنا موجودين في مدينه الرباط امام هذا المبنى اللي هو مبنى جد مهم للوزاره العليا للتعليم العالي، وحنا مجموعه من المدارس الحره للتعليم العالي دايرين وقفه احتجاجيه من اجل تطبيق القانون او الماده 0652، ومن اجل كل هذا فان الوزاره وضعت واحد الشروط تعزيزيه لبعض المؤسسات، رغم انها هي تتعترف بهذه المؤسسات وعطاتهم لاكريديتاسيون ديالهم، وفي الاخر تنتفاجئوا بالتلاميذ ملي يكملوا الدراسات ديالهم تيتعرفوا تتقولوا بان الدبلومات ديالكم غير معترف بها. ولهذا فاحنا اليوم كيف يعقل بان واحد المؤسسه اللي الشعاب ديالها معتمده اي اكريديتي وفي الاخر تقول لهم ما كاينش الاعتراف ولا بغيتوا الاعتراف حطت واحد الشروط، ومن بين الشروط اللي هي شروط تعزيزيه، بحال دابا مثلا تتقول لك خص المؤسسه يكون فيها على الاقل واحد 300 طالب مسجل. كيف يعقل بان مؤسسه في مدينه الدار البيضاء اللي مدينه الدار البيضاء فيها 7 مليون ومؤسسه في مدينه الرشيديه اللي فيها 50 ألف نسمه
كيفاش غادي يكون واحد التوازن بان من المؤسسه اللي مبنيه الدار البيضاء يمكن لا دير 300 طالب بواحد فواحد الوقت موجز، ولكن الا مشينا للرشيديه ولا مكناس ولا ازرا ولا الحاجب هذه المدن اللي هي نائيه كيف يعقل باش تجمع 300؟ من بين الشروط اللي هي تعزيزيه انها تطالب بواحد العدد اللي يكون ديال الدكاتره، وكذلك تتقول لك بان الدكاتره خصهم يكونوا واحد الصفة مداومة داخل المؤسسة، بينما أنه تنوجدوا هناك بعض الشعب اللي أنها في مثلا لاخذوا بعض المواد اللي فيهم ساعتين ديال القراية، أو باش تجيب واحد الدكتور وتعطيه واحد الساعتين يقرا يعني بواحد الصفة اللي هي يعني نعطيو على فاكاسيون يقري ديك الساعتين، تقول لك لا خصو يكون بصفة دائمة، يعني خصك دير له واحد الصالير والدكتورة كعارف شحال خصو تعطيه. دونك هناك مجموعة من العراقيل ومن بعد المطالب اللي هي تعزيزية، وحنا دابا الان تنحاولوا باش نلقاو واحد الحل، وهذه مده وحنايا مع هذه المؤسسه في حوار، تحاورنا مع الوزير، تحاورنا مع الجمعيه المكلفه وما لقيناش واحد الاداه صاغيه، وحنا صامدون الى ان نحقق ما نريده. هشام الرادير كاتب العام ديال الجمعيه المغربيه للتعليم العالي الخاص، سبب الوقفه ديالنا هو نطالب الوزاره بتطبيق الارتيكل 51 ديال لوا 100 ديال التعليم العالي الخاص، اللي كنشوفوه كجمعيه بانه مدخل لتاهيل القطاع، بويسك نو سوم يعني لا ماجوريتي دي زيكول سون دي بتيت مويان ستركتور اللي هما القلب النابض ديال الاقتصاد المغربي، وكنطالبوا الوزاره باش تعالج جميع يعني المؤسسات لا الخاصه ولا البيبليك يعني بالتساوي. يعني حنا كنا كنخدموا في اطار الجوده، توت لوني ديبلوم سون يعني معتمده من طرف لانياك الوكاله الوطنيه ديال الجوده ديال التعليم العالي الخاص، توت نو فيليير سون اكريديتي، كنحترموا واحد الكي تشارج. يعني حنا الوزاره مطالبه باش تاهل هذا القطاع، والتطبيق ديال الارتيكل 51 هو مدخل لهذا التاهيل، يعني الاعتراف بالدبلومات ديالنا، وكنطالبوا بالمزيد من الحوار ومع السيد الوزير.